مش يقولوا أمنتم من في السماء، ربنا فين يا ولا؟ يقول له في السماء. طب وقبل ما كان يخلق السماء كان فين؟ هو ربنا بيتحول يعني كان ساكن في حتة لما خلق السماء عزل ونقل غباوة ما فيش بعدها غباوة، يعني حاجات غبية ما فيش بعدها غباوة، والغباوة دي للأسف بتعتلي المنابر والله، وبتصلي بينا التراويح في رمضان مع الأسف. تصور بقى ليه؟ يعني أبو جهل لابس عمة ويصلي بينا التراويح، يصلي ورا أبو جهل؟ يبقى تدور على اللي تصلي وراه عقيدته سليمة. فهمت بقى يا سيدي؟ زي ما حضراتكم سمعتم بالظبط، ده الشيخ يسري جبر، وما زال هذا السؤال فتنة موجودة بين المسلمين لإثبات أن الأشاعرة هم على الحق وهم أهل الحق وأهل العقيدة الصحيحة. سؤال: أين الله؟ والله الذي لا إله غيره، الحديث الذي ورد في صحيح مسلم ينسف هذا كله وهو من كلام رسول الله، لكنهم قدموا أبو الحسن الأشعري وقدموا عقولهم على قال رسول الله وبدأوا يفسرونها كما يرون. الجارية التي سألها النبي أين الله، قالت الله في السماء. هذا الحديث حديث واضح وحديث قاطع، لكنهم سبحان الله يؤولون هذا الحديث بطريقة عجيبة. منهم من قال بأن الجارية كانت خرصاء وأشارت إلى السماء، ومنهم من قال إنها كانت عمياء، ومنهم اللي قال أي كلام. وإذا سألت واحدا منهم على العقيدة الأشعرية قال الله ليس في مكان. ليه؟ زي كلام يسري جبر كده، هو ربنا يسكن في السماء؟ طب هو قبل ما يخلق السماء كان ساكن فين وبعد كده عزل وسكن في السماء؟ هل هذا ما فهمتموه من قول الله تعالى أأمنتم من في السماء؟ ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، أي أن الله يسكن في السماء. الذي يقول بأن الله جسم وأن الله سبحانه وتعالى يماثل المخلوقات فهو كافر كفر بواح. لم يقل واحد من السلف بأن الله حل في السماء. كلمة أأمنتم من في السماء أي على السماء، الرحمن على العرش استوى، أي أن الله سبحانه وتعالى على السماء مستو على عرشه بائن من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والسلف أجروا الآيات التي وردت في هذا الباب على ظاهرها دون تأويل ودون تفسير ودون الدخول في الكيفية، دون الدخول في الكيفية. أأمنتم من في السماء أي أن الله على فوقها، وده ورد في القرآن لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، لأن في هنا لا تعني الظرفية، يعني لا تعني أن الله يسكن في السماء، لا تعني أن الله داخل في السماء. ولذلك حينما سأل النبي الجاري أين الله قالت في السماء لم ينكر عليه، ولم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقولين هذا، فالله ليس في السماء وليس في مكان، ولكنه قال أعتقها فإنها مؤمنة، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم بقولها. وما وجدنا واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا من التابعين ولا من العلماء الذين سابقوا أبو الحسن الأشعري إلى هذا القول قال بهذا الكلام، وكل أهل السلف وأهل العلم يقولون بأن الله في السماء مستو على عرشه بائن من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والحمد لله رب